حكم شراء المنتجات الحمار واستخدامه لجسم من شامبو كريم. ايه هذه الآن يعني للأسف يعني هبت فيها الناس خاصة النساء، يعني في قضية ان حليب الحمار انه زين حق الشعر وزين حق شنو الكريم حق الوجه وكذي حق الجسم وكذا، يلعبون عليهم كذب على قول جماهير اهل العلم ان الحمار نجس وحليبه نجس، فلا يجوز يعني استخدام حليب الحمار للوجه والجسم والشعر، نجس لا يجوز استخدامه على قول جماهير اهل العلم انه نجس. ثم كذلك سألنا أطباء عن هذه المسألة قالوا كذب، هذا واحد قاعد يبيع يعني يضحك على الناس، ما في أبحاث علمية تقول هالكلام هذا إن حليب الحمار أحسن من غيره بس الناس للأسف جهل. تلقى واحد قال والله حطيته 100% كل الناس راحوا خاصة النساء. فلذلك لا، الابتعاد عن هذا، لا يجوز استخدام حليب الحمار في الدهون والكريمات وغير ذلك لنجاسته عند جماهير أهل العلم، والله أعلم.